السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناتكم تخضري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وجبة عشاء أو غداء فقط كتحضر في 10 دقائق، سريعة في التحضير والأهم أنها متكاملة. يعني غادي نحضروا فطيرة ديال البطاطس محشية بالخضر. في لعبتكم نصفة، ما تنساوش أنكم تابونوا في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش أنكم تدعموني باللايك ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاجوا في المكونات. عندي هنايا في الحشوة فلفل أخضر، فلفل أحمر، حبة بصل وحبة طماطم، ملعقة صغيرة من البقدونس. غادي نحتاج رشة من الثوم المجفف، أو يعني تحكو جوج دريسين ديال الثوم. وغادي نحتاج إما كمية من الدجاج أو كمية من اللحم المفروم، يعني على حسب الاختيار ديالكم. كذلك ممكن أنكم تكتفيوا بالخضر بوحدهم، تضيفوا معهم القرعة الخضراء والجزر. وعندي في التوابل الملح وفلفل أسود، فلفل أحمر وزنجبيل، وبطبيعة الحال الملح على حسب الذوق ديالكم. فعلى بركة الله غادي نوضع الملح. فلفل أحمر، زنجبيل، فلفل أسود، بطبيعة الحال زيت القليل من زيت الزيتون باش يتشحروا لي المكونات. وغادي نرد المكونات يتشحروا جيدا ونعودوا نطلقها. من بعد ما خليت الخضر يتشحروا، انا هنايا خديت البطاطس يعني معكتها جيدا من بعد ما سلقتها، ضفت لها القليل من الكمون والقليل من زيت الزيتون وقبسه من الملح والقليل من الفلفل الاحمر. غادي نخلطوهم، نخلطوا المكونات جيدا. يعني كميه البطاطس كتبقى على حسب افراد العائله ديالكم. وغادي نضيف لها بيضتان، اخواتي. فمن بعد ما خلطت البطاطس كما كتلاحظوا معايا انا هنايا يعني دهنت اللاطة اللي كتدخل الفرن او المول الزجاجي، ووضعت نصف الكمية من البطاطس من الاسفل. وغادي نجيب الحشوة اللي ضفت عليها اللحم المفروم، ضفت عليها اللحم المفروم والقليل من الزيتون الاخضر. كنحاولوا نوزعوا الحشوة، كما كتلاحظوا معايا وغادي نوضع نصف ديال الكميه الاخرى ديال البطاطس من فوق. يعني غادي نصوبها بالايدي ديالي باش ما يعني باش ما تخلطليش البطاطس مع الحشوه.
هنايا وضعت جوج حبات ديال البيض، كنخلطوهم جيدا وكنزلوهم. كنحاولو هكا نصوبو لهم، نصوبو يعني البيض منين يهبط من الجوانب و تيقرب يطيب عاد غادي نضيفلو قليل من الجبن المبشور، كيبقى اختياري. ممكن انكم تضيفو ديرو يعني الجبن المثلث تطحنوه مع هاد جوج بيضات اللي درتيهم الفوق وديروهم، كيجي رائع يعني بحال اللي درتي الجبن المبشور، كيجي النكهه ديالو رائعه على هاد الشكل هذا. دابا غادي ندخلو الفرن على درجة حرارة 200 ونعاودو نطلقو باش نشوفو الشكل ديالو النهائي. كما كتلاحظو ضروري انكم هكا تراسيو الجوانب باش كيدخل من الجوانب وكتجينا الفطيرة ديالنا مجموعة على هاد الشكل هذا. دابا غادي ندخلو الفرن على درجة حرارة 200 ونعاودو نطلقو باش نشوفو الشكل ديالو النهائي. اخواتي فمن بعد ما طابت يعني من بعد ما طاب الكراتان ديالنا كيجينا على هذا الشكل هذا. انا ضفت له واحد القليل شويه من الجبن المبشور من فوق، كتجي رائعة صراحة. نتمنى انكم تجربوها. كتجينا على هاد الشكل هذا، فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم. ونهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.